تفاجأت أنت برد الفعل من الثوار أو تفاجأت شيء أنه بطريقة التعاطي؟ أنا الشباب حتى الآن معاملتهم جيدة، جيدة جدا، ما حدا أسألنا بأي كلمة بأي لفظ بأي تصرف حتى الآن ما حدا أسألنا شيء. وبالنسبة لموضوع النساء والأطفال ما حدا أسألنا، ما حدا أسألنا. لا أنتوا عندكم على أماني، أماني لله ما حدا أسألنا، ما حدا أسألنا أبدا، ما حدا أسأل. سألت واحد من الشباب قال لي هدول كلهم خواطي في شواربي الشباب. نعم. هلا نحن صار عندنا معطيين بالنسبة لك محامي بتفهم عليك. المعطى الأول إنه ما حدا أساء أهل نوبل الوزراء. الحمد لله. المعطى الثاني إنه ما حدا أجبر أهل نوبل الوزراء الخروج من نوبل الوزراء. إيه جانا أخلو أخلينا خوفا من الأصوات والقتل من الدمار العالم أخلاق.